النهارده هنعمل مع بعض اول فايل سي، هنعرف ازاي نعمله. اجي برنامج ديف، بندوس فايل نيو سورس فايل او كنترول بلس ان. اجي الفايل بتاعنا، وقلنا عشان نعمل له سيف فايل، سيف اس في اي مكان، بس هنا في سيف اس تايب بدل سي بلس بلس بختار سي واسمي اي اسم انا عايزه، مثلا فيرست. ده هنا مكان اللي انا بكتب فيه كود، ممكن اكتب اي حاجه هنا، بس في حاجات لازم اتعود عليها ان انا بكتبها في اي برنامج ببدا بيه. اول حاجه الفانكشنز اللي انا هستخدمها لازم تكون متعرفه، يعني مثلا لو انا قلت له برنت هالو، دي حاجه غير متعرف عليها ومش عارف يعني ايه بالظبط. فهنبدا بان احنا نحط حاجه اسمها لايبراري، دي اللي هي موجود فيها الفانكشنز اللي موجود مثلا يعني ايه برنت اف. برنت اف موجوده في اللايبراري اسمها ستاندرد انبوت اوتبوت دوت هيدر stgio.h. فعشان نحط اللايبراري دي بنعمل بان اللي هي الشرط شباك، ونكتب انكلود يحط، هما بين العلامتين لو اصغر منه اكبر منه، بنكتب اسم اللايبراري اللي احنا هنستخدمها، واللي احنا هنستخدم دلوقتي stgio اختصار لستاندرد انبوت اوتبوت دوت اتش. دوت اتش اللي هي هيدر، دي اللي بتبقى فيها الفانكشنز اللي انا هستخدمها، مش كل الفانكشنز اللي انا هشوف انا محتاج ايه، لان في مثلا لايبريز ثانيه زي ماث دي اللي فيها الساين والكوزاين، في هيدرز كتيره جدا نقدر نجمعها نعرفها مع بعض على النت. طب دلوقتي تاني سطر، دلوقتي البرنامج اول ما بيجي يفتح بيدور على فانكشن واحده بس، اي اول واحده بيبدا بيها، وهي المين. المين اي اول حاجه بيبص عليها، لو كده فانكشنز كتيره جدا 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 اول حاجه هيبدا بيها هي المين. فبكتب مين وكوسين واقفلها وافتح البراكتس، هنعرف ايه فايده الكوسين دول اللي احنا بنكتب فيهم بارامترز بعد كده، بس مش هنستخدمها دلوقتي. والبراكتس دي الحاجات اللي انا بكتبها جوه فانكشن مين، ممكن اعمل فانكشن ثانيه اسميها اي حاجه ثانيه وجوه البراكتس استدعي اللي فيها بعدين، بس انا هنتكلم دلوقتي على المين. المين هو اول حاجه بيبص عليها لما يجي يفتح البرنامج. طب انا هكتب جواها ايه؟ تقول مثلا انا عايز اطبع كلمه هالو. دلوقتي عشان اطبع كلمه هكتب برنت اف. برنت اف اختصار البرنت فانكشن. برنت فانكشن متعرفه في اللايبراري بتاعت ستاندرد انبوت اوت، وفي ثلاث حاجات، في ثلاث ايرورز. ران تايم ايرور اللي هو لما تيجي تعمل غلطه زي مثلا قسمت على صفر فالبرنامج يعتبر هيهنج معاك، دي بتبقى غلطه منك. وفي حاجه اسمها سينتكس ايرور. سينتكس ايرور ان انت كتبت الكود بطريقه غلط، زي مثلا بدل برنت اف نسيت التي، فيبقى كده مفيش حاجه اسمها برنت اف فمش هيعرفها، دي سينتكس ايرور. او مثلا نسيت السيمي كولون في الاخر هنعرفها برضه. وفي اللوجيكال ايرور دي انا بس اللي بعرفها، البرنامج هيكمل عادي ويفتح عادي، كومبايلر هيعمل البرنامج عادي. ومثلا لما جيت احسب الاريا بتاعت ريانجل وكتبت القانون غلط فطلع لي ارقام غلط، البرنامج هيكمل عادي خالص، بس انا بس اللي هعرف ان انا بلاقي نتائج غلط غير اللي انا متوقعها. فنكمل هنا برنت اف اللي هو برنت فانكشن، وافتح قوسين. انا هنا عايز اطبع ايه؟ عايز اطبع كلمه هلو. عشان اطبع اي كلمه ثابته بحطها بين علامات تنصيص دبل كوتيشنز، فهو هكتب هنا اللي انا عايزه هلو. ولازم محدش ينسى لما اجي اكتب اي ستيتمنت، دي تعتبر حاجه اسمها ستيتمنت اللي هو زي امر، لما اكتب اي ستيتمنت لازم انهيها بسيمي كولون عشان تشتغل، ولو ما كتبتش مش هيشتغل. ادي برنامج بسيط هيطبع كلمه هلو. ده عشان اعمل كومبايل اللي هو زي يحول الكود ده للغه الماشين، يا اما كومبايل ارن اللي هو يحوله ويشغله في نفس الوقت. والاسهل ان انا ادوس اف 11 للدخل واجاوب طبعا كلمه هلو. ولو انا عايز اكتب كومنت، كومنت البرنامج ما بيبصش عليه، ما بيهتمش بيه، مهما كتبت الكومنت مش هيأثر على البرنامج باي صوره، ده بيبقى ليا انا عشان اشوف. في طريقتين عشان اكتب كومنت، يا اما دبل فورورد سلاش واكتب اللي انا عايزه this is print function مثلا، والطريقه الثانيه ده بكتب في لاين واحد بس. لو انا عايز اكتب كومنت في اكتر من لاين بعمل فورورد سلاش وستار واكتب اللي انا عايزه
وهفضل كل اللي انا بكتبه ده يعتبر كومنت. عايز اقفل الكومنت بعمل ستار وفورورد سلاش، زي ما انا بدات بفورورد سلاش وستار بقفل بستار وفورورد سلاش، يبقى ده كومنت كذا لاين وده كومنت لاين واحد. ولما اجي اشغل البرنامج هيطلع برده هلو بس، وغير مهتم خالص بالكومنت اللي انا كتبته. اتمنى انكم استفدتوا ونكمل مع بعض الفيديوهات الجايه. شكرا.